السلام عليكم. احنا ان شاء الله في السيكشن ده هنكمل باقي البارك، وهناخد تو اورجنز تانيين، هناخد الوود وهناخد الجولز. طيب نبتدي مع بعض ان شاء الله. اول بارك هناخده هو السينامون بارك، بالعربي قشر القرفة. طيب القرفة شكلها بيبقى عامل ازاي في المورفولوجي؟ بتبقى موجودة في صورة سنجل او دبل كلوزلي باكد كومباوند كويلز. طيب كلمة سنجل كويل كان معناها ايه؟ معناها ان البارك بيبقى كونكيف تو ذا انر سايد، والتو ايتشز بتوعه بيبقوا انرولد اون ايتش اذر، بيبقوا جايين على بعض زي الاسطوانه بالشكل ده. خلاص. طيب كلمة دبل كويل معناها ايه؟ معناها ان البارك برضو بيبقى كونكيف تو ذا انر سايد، والتو ايتشز بتوعه كل واحدة بتبقى انرولد سيبريتلي، كل واحدة بتبقى ملفوفة حوالين نفسها بالشكل ده. خلاص. طيب يعني ايه كلمة closely packed compound quills؟ هي كل الباركس اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت كنت بقطع layer واحدة من ساق الشجرة، كان البارك بتاعي بيبقى عبارة عن طبقة واحدة من ساق الشجرة. خلاص. طيب في القرفة بقى بنعمل ايه؟ بنقطع اكتر من layer مع بعض. خلاص. وبنحطهم جوه بعض وبنعمل لهم drawing مع بعض، فكل layers بتمسك مع بعضها بتعمل حاجة بقول عليها compound quills. يعني البارك هنا عندي مش بيتكون من لير واحدة، بيتكون من أكتر من لير. خلاص. يبقى احنا جماعة قلنا كلمة closely packed compound quills معناها ايه؟ معناها ان احنا بنقطع أكتر من لير من البارك، أكتر من لير من ساق الشجرة، بحطهم كلهم جوه بعض، بعمل لهم drawing مع بعض، فكلهم بيمسكوا في بعض بيعملوا حاجة اسمها closely packed compound quills. فلو بصيت على القرفة هنا بتلاقيها سميكة شوية، الباركس اللي احنا اخدناها قبل كده كان بتبقى ارفع من كده. ليه؟ عشان بناخد اكتر من لير مع بعض. خلاص. طبعا الريحة بتاعتها بتبقى حلوة عشان المادة الفعالة اللي فيها بتبقى فولاتايل اويل. خلاص. طيب جماعة لو بصينا على القرفة هنا بلاقي اللون بتاعها فاتح شوية بالنسبة للباركس اللي احنا اخدناها قبل كده، وبرضو بلاقيها ناعمة، بلاقيها سموس مش خشنة. ليه؟ عشان هي كمان بتبقى دي كورتيكيتد، الكورك بتاعتها متشالة زي الكانيلا اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. خلاص. يبقى بالنسبة للسينامون القرفة بتبقى الكورك بتاعتها متشالة، بتبقى دي كورتيكيتد، فعشان كده البورك هنا بيبقى لونه فاتح، وبرضو لو بصينا عليه بنلاقيه يعني سموس شوية برضو عشان الكورك بتبقى متشالة. يبقى احنا جماعة اتفقنا القرفة هميزها ازاي في المورفولوجي، بتبقى موجودة في صورة سنجل او دبل كلوزلي باكد كومباوند كويلز. اتفقنا كومباوند كويلز معناها بنقطع اكتر من لير مع بعض، كلهم بيحصل لهم دراينج مع بعض، بنحطهم جوه بعض كده بنعمل لهم دراينج مع بعض، فكلهم بيمسكوا مع بعض بيعملوا حاجة اسمها كومباوند كويلز. خلاص. اتفقنا بتبقى ريحتها حلوة عشان المادة الفعالة اللي فيها فولاتايل اويل. طيب هي القرفة بنقول ان المورفولوجي بتاعتها بتبقى سيجار لايك، بتبقى عاملة شبه السيجار. خلاص. فان شاء الله محدش هيتلخبط ما بينها وما بين حاجة تانية. طيب بالنسبة يا جماعة للفرنجيولا، كانت هي كمان سنجل او دبل كويل، بس كان بيبقى لونها غامق وكانت بتبقى خشنة عشان الكورك بتاعتها بتبقى موجودة. غير كده الفرنجيولا كان اكتر حاجة بتميزها ان السيرفس بتاعها من بره بيبقى مليان لينكي سيلز. خلاص. فبالتالي بيبقى مليان كده دواير بيضة. خلاص. انما القرفة طبعا من بره بتبقى سموز، بتبقى ناعمة، اللون بتاعها بيبقى افتح. خلاص. وطبعا ما فيهاش لينكي سيلز. يبقى احنا جماعة اتفقنا القرفة بنميزها بمورفولوجي انها بتبقى سيجار لايك، اللون بتاعها بيبقى فاتح وبتبقى سموز عشان الكورك بتاعتها بتبقى متشالة. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن التي اس او ترانسفيرس سيكشن في السينامون، هنقطع قطاع عرضي في القرفة. طيب هنا التي اس هيبدأ بمنطقة ايه؟ احنا اتفقنا يا جماعة ان الكورك بتبقى متشالة وبرضو الكورتكس بتبقى متشالة، فالبارك عندي هنا بيبدأ بمنطقة البري سايكل. البارك بيبدأ بمنطقة البري سايكل. طيب البريسايكل هنا بتبقى عبارة عن سكليرايدز، بتبقى لجنيفايد، فاحنا برضو بنرسمها بنعمل جواها زي شبكة بالمنظر ده. خلاص. يبقى احنا اتفقنا بالنسبة للقرفة الكورك والكورتكس بتوعها بيبقوا متشالين، فالبارك بيبدأ بمنطقة البريسايكل. لو فاكرين البريسايكل كان التشو اللي موجود حوالين الفاسكولار باندل. خلاص. طيب بعد كده هنخش بقى جوه الفاسكولار باندل لحد ما نوصل ل
منطقة الكامبيوم، فهيبقى عندنا هنا منطقة السكندري فلوي. طيب السكندري فلويم زي اي سكندري فلويم اتكلمنا عنه قبل كده في الباركس اللي احنا اخدناها، بنشوف فيه ثلاث حاجات. بنشوف فيه الفلويم بارينكيما، كل الجزء الابيض ده، بشوف فيه الفلويم فايبرز اللي هي هنا الدوائر السوداء، بس احنا لما بنيجي نرسمها بنعملها دايره جواها نقطه. لو فاكرين الفلويم فايبر بتاعه السنكونه كنا بنعملها دايره وجواها مثلث عشان بيبقى فيها فانل شيب دي بيتس، بيبقى فيها ثقوب عامله زي القمح. خلاص. طيب الفلويم فايبرز بتاعه القرفه يا اما بتبقى موجوده ايزوليتد لوحدها زي ما احنا شايفين في الصوره، يا اما بتبقى مترتبه في تانجنشال روز، مترتبه في صفوف بالعرض بالمنظر ده. لو فاكرين بتاعه السنكونه كانت بتبقى ايزوليتد او مترتبه في راديال روز، مترتبه في صفوف بالطول. يبقى احنا اتكلمنا عن الفلويم بارينكيما، الفلويم فايبرز. بعد كده بيبقى عندنا المدلري ريز، برضو المدلري ريز بتاعه السينامون بتاعه القرفه بتبقى زي السنكونه، بتبقى فانل شيبد، بتبقى عامله زي القمع بالمنظر ده. طيب امال ايه بقى الدوائر الفاضيه اللي موجوده في التي اس دي؟ بتبقى عباره عن اويل سيلز بيحصل فيها سكريشن للفولاتايل اويل بتاع السينامون. خلاص. يبقى احنا يا جماعه بالنسبه للتي اس بتاع السينامون بتاع القرفه اتفقنا الكورك والكورتكس بيبقوا متشالين، فالبارك عندي بيبدا بمنطقه البريسايكل، خلاص، اللي هو التشو اللي حوالين الفاسكولار باندل. واتفقنا البريسايكل هنا بيبقى عباره عن سكليرايت، بيبقى عباره عن ديد سيلز، فبرضه لما بنيجي نرسمه بنعمل جواه زي شبكه بالمنظر ده. خلاص. بعد كده بيقابلني منطقه السكندري فلوين، بلاقي فيها ايه؟ بلاقي فيها الفلوين بارينكيما والفلوين فايبرز، اتفقنا بنعملها دايره وجواها نقطه، يا اما بتبقى ايزوليتد كل واحده لوحدها، يا اما بتبقى مترتبه في تانجنشال روز، مترتبه في صفوف بالعرض بالشكل ده. اتفقنا بعد كده المدلري ريليف بتبقى فانل شيب زي بتاعه السنكونه، واتفقنا الدوائر الفاضيه اللي ماليه التي اس دي او ماليه منطقه السكندري فلوين بتبقى اويل سيلز بيحصل فيها سكريشن للفولاتايل اويل بتاع السيلز. خلاص. طيب شكله بقى بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ هو اول حاجه التي اس بيبقى قصير مقارنه بالتي اس اللي احنا اخدناها قبل كده، عشان هنا البارك بيتكون بس من تو لايرز، بيتكون من منطقه البريسايكل ومنطقه السكندري فلوي. طيب هميزه بايه تاني؟ اول لاير بتبقى فاتحه ليه؟ عشان احنا ما عندناش كورك ولا كورتكس، عندنا بريسايكليك سكليرايتس. خلاص. احنا اتفقنا السكليرايت بتبقى لجنيفايد، اي حاجه لجنيفايد تحت الميكروسكوب بيبقى لونها اصفر او رمادي. خلاص. فاللير الرماديه دي هي البريسايكليك سكليرايتس. بس بعد كده عندنا منطقه السكندري فلويم، خلاص، بنشوف فيها فلويم بارينكيما فايبرز وميدالري ريز، واهم حاجه الدوائر الفاتحه دي بتبقى اويل سيلز اللي بيحصل فيها سكريشن للفولاتايل اويل بتاع القرفه. خلاص. يبقى احنا يا جماعه التي اس بتاع القرفه هميزه بحاجتين، اول حاجه التي اس بيبقى قصير عشان بس بيتكون من تو لايرز، البريسايكل والسكندري فلويم. خلاص. تاني حاجه التي اس بيبدا بمنطقه فاتحه، بلاير فاتحه اللي هي منطقه البريسايكل سكليرايتس. خلاص. يبقى الصوره دي لو جت هنقول عليها تي اس او ترانسفيرس سيكشن في السينامون بارك. في صوره تانية ليه برضو نفس الكلام، التي اس قصير، اول منطقه بتقابلنا هي البريسايكل سكليرايتس اللي هي لونها رمادي، وبعد كده عندنا منطقه السكندري فلوي. بالصوره دي برضو هنقول عليها تي اس او ترانسفيرس سيكشن في السينامون بارك. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن السكليرايتس بتاعه السينامون، اتفقنا بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في منطقه البريسايكل اللي هي اول لير في تي اس. طيب هي السكليرايز بتبقى عامله ازاي؟ احنا اتفقنا بتبقى سكليرينكيما سيلز، بتبقى ديد سيلز، سيلز ميته، بيبقى فيها ماده الجنين، الوول بتاعها بيبقى سميك، واليومن بتاعها بيبقى ضيق بالمنظر ده. وفي العادي يا جماعه ان السكليرايز السكنس بتاعها بيبقى متساوي، يعني التغليظ اللي موجود في الوول بيبقى في كل الاجزاء زي بعض. خلاص. طيب السكليرايز بتاعت السينامون في حاجة مهمة جدا بتميزها، ان الوول بتاعها بيبقى ليه unequal thickening.
خلاص الوول بتاعها بيبقى ليه ان ايكوال ثيكننج، بنلاقي التغليف بتاع الوول مش متساوي في كل الجوانب، بتلاقي ثلاث جوانب تخان زي ما انا بشاور كده، واحد فيهم رفيع شويه. نفس الكلام هنا برضو، بتلاقي ثلاث جوانب تخان واحد فيهم رفيع شويه. يبقى احنا جماعه دلوقتي بنتكلم عن السكليرايز بتاعه السينامون اللي بتبقى موجوده في منطقه البليسايكل. اتفقنا هي زي اي سكليرايز بتبقى ديد سيلز فيها ماده الليجنين، بيبقى ليها سيك وود وليها نارو ليومن. بس اتفقنا اكتر حاجه بتميزها ان بعض السكليرايز دي الوولز بتاعتها بيبقى ليها ان ايكوال ثيكنس، خلاص الثيكنس بتاعها مش بيبقى متساوي في كل الجوانب. خلاص بتلاقي ثلاث جوانب تخان بالمنظر ده، واحد فيهم رفيع. طيب السكليرايز زي ما اتفقنا لونها بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ بيبقى اصفر او رمادي عشان فيها ماده الليجنين. خلاص هي طبعا السكليرايز بتبقى الى حد ما يا اما ايزودايمتريك يعني اضلاعها متساويه، او بتبقى الونجيتد شويه طويله شويه، بس طبعا مش بتبقى طويله قوي زي الفايبرز. خلاص واتفقنا اكتر حاجه هنميز بيها السكليرايز بتاعه السينامون ان الوول بتاعها بيبقى ان ايكوالي سكند وول. خلاص طيب ممكن يبقى جواها نيدل شيبد كريستلز او اسيكلر كريستلز اوف كاسم اوكساليت، بس الحته دي يعني ما تهمنيش قوي. خلاص طيب شكلها بقى بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ زي ما اتفقنا لونها بيبقى اصفر او رمادي عشان بتبقى ليجنيفايد، واتفقنا اكتر حاجة هتميزها الان ايكوال سيكنج. خلاص لو بصيت مثلا على السكليرايد دي هلاقي ليها ثلاث جوانب تخان، وهلاقي الجانب ده رفيع شوية. خلاص يعني احنا اتفقنا الان ايكوال سيكنج مش شرط يبان في كله، بس هتلاقي عدد منهم لي ان ايكوال سيكنج. خلاص يبقى احنا اتفقنا بيبقى لونها اصفر او رمادي. خلاص ولو بصيت على بعض السكليرايز دي بلاقي الوول بتاعها ان ايكوالي سيكند وول. الصوره دي لو جت هنقول عليها سكليرايز اوف سينامون بارك، وطبعا اتفقنا بتبقى موجوده في منطقه البليسايكل اللي هي اول لير في التي اس. طيب تاني بارك هنتكلم عنه هو الكاشيا بارك، او ليها اسم تاني تشاينيز سينامون، القرفة الصيني. لو فاكرين احنا المرة اللي فاتت اخدنا الكانيلا كنت بقول عليها وايت اور وايلد سينامون، القرفة البيضاء، وخدنا السينامون القرفة من شوية، ودلوقتي بناخد حاجة تالتة اسمها تشاينيز سينامون او القرفة الصيني بنقول عليها كاشيا بارك. طيب الكاشيا بتبقى عاملة ازاي في المورفولوجي؟ بتبقى موجودة في صورة تشانلد أو سنجل كويلز. احنا قلنا يا جماعة كلمة تشانلد معناها إن البارك بيبقى slightly concave to the inner side، بيبقى متني شوية لجوه أو بقول عليه كيرفت. ممكن تبقى موجودة في صورة سنجل كويلز. سنجل كويلز معناها إن البارك بيبقى concave لجوه والتو ايجز بتوعه بيبقوا جايين على بعض، بيبقى عامل زي الأسطوانة. خلاص طيب اللون بتاعها بيبقى دارك براون، بيبقى اللون بتاعها غامق، فبالتالي الكورك بتاعتها هتبقى موجودة مش متشالة، وبيبقى ليه أروماتيك أودر، بتبقى الريحة بتاعته حلوة عشان المادة الفعالة اللي فيه فولاتايل أويل. هي ريحته شبه ريحة القرفة بالظبط، فعشان كده بقول عليه القرفة الصيني. خلاص يبقى احنا يا جماعة بالنسبة للكاشيا المورفولوجي بتاعتها اتفقنا بتبقى موجودة في صورة تشانلد أو سنجل كويلز، يا إما بتبقى كيرفت شوية يا إما بتبقى في صورة سنجل كويلز. اتفقنا اللون بتاعه بيبقى دارك براون عشان الكورك بتاعته بتبقى موجودة مش بيبقى ديكورتيكيتد. الريحة بتاعته بتبقى حلوة، بيبقى المادة الفعالة اللي فيه فولاتايل أويل، واتفقنا ريحته شبه ريحة القرفة بالظبط. طيب عشان ما نتلخبطش ما بين الكاشيا وما بين السنكونة اللي احنا أخدناها قبل كده، الكاشيا بتبقى أرفع بكتير من السنكونة. لو بصيت عليها بتلاقيها رفيعة، إنما السنكونة كانت سميكة شوية. غير كده لو فاكرين السنكونة كان أكتر حاجة بتميزها إن هي بيبقى عليها فيشرز كتيرة، بيبقى عليها زي شقوق وتجاعيد، إنما الكاشيا مش بيبقى عليها فيشرز. خلاص يبقى احنا جماعة عشان ما نتلخبطش ما بين الكاشيا والسنكونة في المورفولوجي، السنكونة كانت بتبقى سميكة إنما الكاشيا بتبقى رفيعة شوية. السنكونة كان بتبقى مليانة فيشرز، مليانة شقوق، إنما الكاشيا مش بيبقى فيها فيشرز. خلاص لو حبينا نفرق بحاجة تانية بالريحة، بس طبعا انت يعني مش هتقدر تشم الريحة يعني.
طيب بالنسبة يا جماعة للـ TS أو Transverse Section بتاع الكاشية، فهو نفس بتاع القرفة بالظبط، ما عدا إن أنا هزود عليه كورك وكورتكس. لو فاكرين الـ TS بتاع القرفة كان بيبدأ بمنطقة الـ Pericycle Sclerites، بعد كده عندنا منطقة الـ Secondary Fluid. خلاص الـ TS بتاع الكاشية نفس بتاع القرفة بالظبط، بس هزود عليه كورك وكورتكس. طبعا الكورك زي ما اتفقنا بتبقى ديد سيلز او لينيفايد سيلز، لما بنيجي نرسمها بنعمل جواها زي شبكه، وطبعا بتبقى ملونه عشان بيبقى فيها كالرينج ماتر. بعد كده عندنا منطقه الكورتكس بتبقى بارينكيما سيلز، بيبقى جواها سكليرايتس، بنعملها زي السكليرايز بتاعت الكاسكاره، برسمها كده. اتفقنا السكليرايت عشان بتبقى لجنيفايد بحط جواها برضو زي شبكة بالمنظر ده. بس السكليرايت بتاعت الكاشية بقى مش بيبقى حواليها كريستال شيس اوف كالسيوم اوكساليت زي بتاعت الكاسكار. خلاص طيب بعد كده اتفقنا عندنا منطقة البريسايكليك سكليرايتس، بعد كده عندنا منطقة السكندري فلويم، اتفقنا بشوف فيها الفلويم بارينكيما، بشوف فيها الفلوين فايبرز، اتفقنا بتبقى ايزوليتد او بتبقى موجوده في تانجنشال روز، موجوده في صفوف بالعرض، وقلنا بنرسمها دايره وجواها نقطه. واتفقنا ان مدلري ريز بتاعه الكاشيه بتبقى زي بتاعه السنكونه وزي بتاعه السينمون، بتبقى فانل شيب، بتبقى عامله زي القمح. وبرده منطقه السكندري فلويم هلاقي فيها دوائر فاضيه اللي هي الاويل سيلز اللي بيحصل فيها سكريشن للفولاتايل اويل بتاع الكاشيا. يبقى احنا يا جماعه بالنسبه للتي اس بتاع الكاشيا اتفقنا هو نفس بتاع القرفه بالظبط، بس بزود عليه كورك وكورتكس. اتفقنا الكورك بتبقى سيلز عاديه لجنيفايد سيلز فيها كالرينج ماتر، لما نيجي نرسمها بنعمل جواها زي شبكة عشان أبين إنها لجنيفايد. بعد كده منطقة الكورتكس بتبقى بارينكيما سيل، بنعمل جواها سكليرايت زي بتاعة الكاسكارة، بيبقى شكل الريجولر كده، وبرضه بحط جواها زي نتورك، بس مش بيبقى حواليها كريستال شيز اوف كالسيوم اوكساليت. بعد كده بيقابلنا منطقة البريسايكل سكليرايت، برضه لما بنيجي نرسمها بنعمل جواها زي شبكة. والسكليرايت برضه زي ما هنشوف كمان شويه نفس بتاعه القرفه، بيبقى ليها ان ايكوال سيكنج. خلاص بعد كده منطقه السكندري فلوين بنشوف فيها الفلوين فايبرز، بتبقى ايزوليتد او مترتبه في راديال روس، سوري تانجنشال روس، صفوف بالعرض. وبنشوف المدلري ريز بتبقى فانل شيب زي بتاعه القرفه وزي بتاعه السنكونه. وبنشوف الدوائر الفاضيه دي بتبقى اويل سيلز بيحصل فيها سكريشن للفولاتايل اويل بتاع الكاشي. خلاص يبقى الصوره دي لو جت هنقول عليها تي اس او ترانسفيرس سيكشن في الكاشيا بارك. خلاص طيب دي صورة للتي اس بتاع السينمون وبتاع الكاشيا. لو بصينا على التي اس بتاع الكاشيا هلاقي نفس بتاع السينمون، ما عدا ان انا هزود عليه كورك وازود عليه كورتكس. خلاص بعد كده بقى زي القرفة دي منطقة البريسايكل سكليرايت، بيبقى لونها فاتح، بيبقى لونها اصفر او رمادي عشان السكليرايت بتبقى ليجنيفايد. بعد كده عندنا منطقة السكندري فلو. يبقى الصورة اللي على الشمال لو جات لنا هنقول عليها تي اس ان سينمون، الصورة اللي على اليمين لو جات لنا هنقول عليها تي اس ان كاشيا بارك. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن الكورك بتاعة الكاشيا بارك. احنا اتفقنا ان الكاشيا بارك بتبقى الكورك بتاعته موجودة، مش بيبقى دي كورتيكيتد. طيب لو بصينا على الكورك بتاعة الكاشيا هلاقيها بتتكون من 2 لـ3 صفوف من السوبرايزد سيلز. كلمة سوبرايزد سيلز معناها ان الولز بتاعتها في مادة السوبرين. خلاص بعد كده بالتبادل بقى بيبقى فيه 2 لـ4 صفوف من الليجنيفايد سيلز بيبقى فيهم مادة الليجنين، وهكذا. بعد كده بتلاقي سوبرايز سيلز، بعد كده ليجنيفايد سيلز، لحد ما توصل للانر موست لاير، اللاير اللي موجودة جوه خالص، بتتميز ان السيكننج بتاعها بيبقى على الاوتر وولز بس، فبتبقى عاملة زي حضرة الحصان او بتبقى عاملة زي حرف اليو بالشكل ده. خلاص يبقى احنا يا جماعه بالنسبه للكورك بتاعه الكاشيا بارك اتفقنا بتتكون من 2 لـ3 صفوف من السوبرايز سيلز، بيبقى فيها ماده السوبرين.
بعد كده 2 لـ3 صفوف من الليجنيفايد سيلز بيبقى فيها مادة الليجني، خلاص بعد كده سوبرايزد سيلز ليجنيفايد سيلز وهكذا لحد ما اوصل للانر موست لير، اللير اللي بتبقى موجودة جوه خالص، بيبقى بس الاوتر وول بتاعها هو اللي بيبقى سيكند او بيبقى ليجنيفايد، فبالتالي بتبقى عاملة زي حرف اليو او زي حدود الحصى. خلاص شوف شكلها تحت الميكروسكوب، ده الشكل بتاعها. يبقى احنا اتفقنا بيقابلنا 2 لـ3 صفوف سوبرايزد سيلز، بعد كده 2 لـ3 صفوف ليجنيفايد سيلز، بعد كده بالتبادل وهكذا لحد ما اوصل للانر موست لير اللي هي هنا لونها احمر، بلاقيها عاملة زي حرف اليو او زي حضوة الحصان. ليه؟ عشان بس الاوتر وولز بتاعتها اللي هي موجودة فوق هي دي اللي بيبقى فيها سيكليك. خلاص يبقى الصورة دي لو جت هنقول عليها كورك اوف كاشيا بار. طيب احنا بإذن الله في السكشن ده هنشتغل باودر كاشيا. هي باودر كاشيا تعتبر صعبة شوية، بس هي معروفة جدا من ريحتها، بتبقى ريحتها زي القرفة بالظبط. طيب احنا ممكن نشوف فيها ايه؟ ممكن نشوف الفلوين فايبرز بتاعتها زي اي بارك. الفلوين فايبر بتاعتها عشان بس ما نتلخبطش ما بينها وما بين بتاعة السنكونة، فهي حجمها بيبقى اقل شوية، اللون بتاعها بيبقى فينت يلو، بيبقى اصفر باهت، يعني السنكونة لو فاكرين كان لونها برايت يلو. خلاص والايبكس بتاعتها بتبقى شارب، بتبقى حاده، لو فاكرين السنكونه الايبكس بتاعتها كان بتبقى ايه؟ كان بتبقى راوند مدوره. وبالنسبه للعدد بتاعها فلو جيت اقارنه بالسنكونه بيبقى اقل بكتير، يعني لو فاكرين باودر سنكونه كان بتبقى السلايد مليانه فلوين فايبرز، انما في باودر كاشي هتلاقي زي 2 3 كده، مش هتلاقي عدد كبير. خلاص طيب ممكن نشوف ايه تاني في باودر كاشي؟ اشوف السكليرايت بتاعتها زي بتاعه السينامون بالظبط. اكتر حاجه بتميزها ان بيبقى ليها ان ايكوال سيكنج، واتفقنا الان ايكوال سيكنج مش شرط يبان في كل السكليرايت. خلاص احنا قلنا بتلاقي 3 جوانب تخان وجانب رفيع شويه بتبقى عامله زي حدوته الحصان. طيب هي تحت الميكروسكوب بتبقى عامله زي السكليرايت، بتبقى يعني زي مربعات كده او مستطيلات لونها اصفر او رمادي. خلاص وزي ما اتفقنا هتلاقي بعضهم الوول بتاعه السكنس بتاعه غير متساوي، بتلاقي 3 أجزاء تخينة شوية وجزء منهم رفيع. طيب جماعة هي السكليرايتس بس على الميديم باور بتبقى يعني صغيرة شوية، يعني مش هتبان واضحة قوي زي الصورة اللي احنا هنشوفها هنا. خلاص يبقى هي بتبقى زي مربعات او مستطيلات صغيرة كده لونها اصفر او رمادي، والوول بتاعها بيبقى ليه ان ايكوال سكنس. طيب نشوف شكلها تحت الميكروسكوب، طيب ده شكل الباودر بتاع الكاشيا بارك. لو بصينا على فلوين فايبر بتاعتها اتفقنا اللون بتاعها بيبقى فينت يلو، مش بتبقى اصفر فاقع زي السنكونة. الايبكس بتاعتها بتبقى شارب حادة، انما السنكونة كان بتبقى راوندد. خلاص والعدد بتاعها بيبقى اقل بكتير من عدد الفلوين فايبرز بتاعه السنكون. طيب اتفقنا لازم برضو اشوف السكليرايز، اكتر حاجه بتميزها ان بعضها بيبقى ليه ان ايكوال سيكنج، لو بصيت عليها بلاقي 3 جوانب تخان واحد رفيع شويه، فبتبقى عامله زي حرف اليو او زي حدوت الحصان. خلاص هو احنا اتفقنا السكليرايز هنا على الهاي باور، وانت بتشتغل طبعا هتلاقيها اصغر من كده بكتير. طيب انا ممكن اشاور لكم عليها هنا، يعني هنا على الميديم باور ده شكل السكليرايتس، بتبقى مربعات صغنونة كده لونها أصفر أو رمادي. هنا برضو نفس الكلام، في 2 سكليرايتس ماسكين في بعض. خلاص احنا اتفقنا باودر كاشيا بتبقى غلسة شوية، بس بتبقى معروفة قوي من ريحتها، بتبقى ريحتها قرفة. خلاص يبقى احنا قلنا هنشوف السكليرايتس بتبقى باتشات كده مربعة أو مستطيلة لونها أصفر أو رمادي، بعضها بيبقى ليها ان ايكوال سيكنج. خلاص اتفقنا بشوف الفلوين فايبرز بيبقى عددها قليل شوية لونها أصفر باهت، والإيبكس بتاعتها بتبقى شارب. خلاص طيب تالت بارك هنتكلم عنه إن شاء الله وآخر بارك هو الكولايا بارك، قشر الكولايا. طيب الكولايا بتبقى سهلة جدا في المورفولوجي، هي الوحيدة اللي هناخدها فلات. لو فاكرين احنا واحنا بنتكلم عن البريباريشن بتاع البارك اتفقنا واحنا بنعمل له دراينج، البارك ساعات بيحصل له كيرفينج، بيتنى.
خلاص، فاتفقنا لو هو متني سنة اللي هو slightly concave to the inner side بقول عليه curved out channel. لو هو متني جامد بيديني حاجة اسمها single أو double quill. السنجل كويل بيبقى two edges ملفوفين حوالين بعض بيبقى شبه الاسطوانة، والدبل كويل بتبقى كل واحدة ملفوفة حوالين نفسها. فنادرا البورك ما بيفضل فلات زي ما هو، فالوحيدة اللي هناخدها فلات هي الكولاية بورك. طيب الكولاية لو بصينا على اللون بتاعها بيبقى بيل براونش تو يلوش وايت، بيبقى لونها فاتح ليه؟ عشان اكيد الكورك بتاعته هتبقى متشالة. خلاص هنا الكورك والكورتكس الاتنين بيبقوا متشالين، البارك كله بيبقى عبارة عن لير واحدة اللي هي السكندري فلور. خلاص يبقى احنا يا جماعة كده خدنا الكانيلا، كانت الكورك متشالة والبارك بيبدأ بمنطقة الفيلوديرم أو السكندري كورتكس. خدنا القرفة، كانت الكورك والكورتكس متشالين، البارك كان بيبدأ بمنطقة البريسايكل. خدنا الخلايا، الكورك والكورتكس متشالين، البارك بس بيبقى كله عبارة عن سكندري فلور. بيبقى لونجيتيودنلي استرايتد، يعني زي ما يكون عليه خطوط كده، ومش بيبقى ليه ريحة. المادة الفعالة اللي فيه مش فولاتايل اويل، بيبقى فيه سابونينز. خلاص فوانتوا بتشتغلوا حتى باودر كولاية في المعمل هتلاقوا ان السلايد مليانة اير بابلز عشان السابونينز اللي موجودة فيها. خلاص يبقى احنا اتفقنا الكولاية المورفولوجي بتاعتها سهلة جدا، الوحيدة اللي هناخدها فلات، بيبقى اللون بتاعها فاتح عشان بتبقى دي كورتيكيتد. خلاص زي ما يكون عليها خطوط كده، بتبقى لونجيتيودنال استرييتد، ومش بيبقى ليها ريحه، الماده الفعاله اللي فيها بتبقى صابونات. طيب بالنسبه للتي اس بتاع الكولايه، احنا اتفقنا كله هيبقى عباره عن سكندري فلويم عشان الكورك والكورتكس هما الاثنين بيبقوا متشالين. اكتر حاجه بتميز بيها التي اس بتاع الكولايه ان هو بيبقى ليه تشيكرد ابييرنس، بيبقى عامل زي رقعه الشطرنج، بيبقى فيه alternating dark and pale bands، بيبقى فيه حتت فاتحه وحتت غامقه. طيب الحتت الفاتحه بتبقى ايه؟ الحتت الفاتحه بتبقى الفلويم فايبرز. تحت الميكروسكوب الفلويم فايبرز بيبقى لونها برايت يلو، بيبقى لونها اصفر فاتح. طيب الحتت الغامقه بتبقى ايه؟ بتبقى فلويم بارينكيما، بيبقى لونها بني او بيبقى لونها بيش. خلاص وطبعا بيقابلنا برضو في السكندري فلويم الميدالا ريليز، هنا بنرسمها دبل شوية، بتبقى خطين وبتبقى ستريت. لو فاكرين الميدالا ريليز بتاعت الكاسكارا والفرنجيولا كان بتبقى خط واحد سلايتلي ويفي، بتاعت الكانيلا خط واحد سترونجلي ويفي، بتاعت السنكونة والسينامون والكاشيا كانت بتبقى فانل شيب، دي بتبقى عاملة زي القمع. بتاعت الكولية بتبقى خطين بيبقوا ستريت. خلاص لو بصينا على منطقة السكندري فلويم، هو البارك هنا طبعا كله عبارة عن سكندري فلويم، لو بصينا على الانر موست لير في البارك بلاقي مش بيبقى فيه فلويم فايبرز. الانر موست لير الطبقة اللي جوه خالص مش بيبقى فيها فلويم فايبرز. خلاص لو بصينا برضو على التي اس بلاقي كده منقط يعني حتت سودا، الاجزاء السودا دي بتبقى عبارة عن كالسيوم اوكساليت بريزمس، مكعبات من الكالسيوم اوكساليت، وان شاء الله هنتكلم عنها كمان شوية. يبقى احنا يا جماعة اتفقنا التي اس بتاع الكولاية بيبقى سهل جدا، بيبقى لير واحدة سكندري فلويم. اتفقنا اكتر حاجة بتميزه تحت المايكروسكوب بيبقى ليه تشيكرد ابييرنس، عامل زي رقعة الشطرنج، بيبقى فيه alternating dark وبيل باندز، بيبقى فيه حتت غامقة أو فاتحة بالتبادل. اتفقنا الحتت الفاتحة بتبقى الفلويم فايبرز بيبقى لونها برايت يلو، والأجزاء الغامقة بتبقى الفلويم بارينكيما بيبقى لونها بيج أو بيبقى لونها بني. واتفقنا الانر موست لير الطبقة اللي موجودة جوه مش بيبقى فيها فلويم فايبرز. خلاص واتفقنا برضو ان الميدالا ريليز بتبقى خطين، بتبقى دبل، والخطين دول بيبقوا ستريت. طيب ده شكله تحت الميكروسكوب زي ما اتفقنا، بيبقى ليه تشيكرد ابييرنس، ودي اكتر حاجة هتميزه، بيبقى فيه alternating dark ويدل باندز، حتت فاتحة اللي هي الفلويم فايبرز لونها برايت يلو، وحتت غامقة الفلوين بارينكيما بيبقى لونها زي بيش كده أو بني. واتفقنا برضو إن الإنر موست لير الطبقة اللي جوه مش بيبقى فيها فلوين فايبرز. الصورة دي لو جت هنقول عليها تي إس إن كولاية بارك. طيب إحنا دلوقتي هنتكلم عن الفلوين فايبرز بتاعة الكولاية، بتبقى عاملة إزاي؟ بتبقى موجودة في جروبس زي بتاعة الكاسكارا والفرنجولا، بس طبعا مش بيبقى حواليها كريستال شيز أوف كالسيوم أوكساليت. طيب اكتر حاجه بتميزها ايه؟ ان هي بيبقى ليها تورشس وول او سترونجلي ويفي وول، الوول بتاعها بيبقى متعرج جدا زي ما احنا شايفين في الصوره كده.
وطبعا زي اي فلوين فايبر بيبقى ليها سيك وول، الوول بتاعها بيبقى سميك واليومن بتاعها التجويف بتاعها بيبقى ضيق. خلاص، يبقى بالنسبه للفلوين فايبرز بتاعه الكولايه بتبقى موجوده ميلي في جروبس، في مجموعات، واكتر حاجه بتميزها بيبقى ليها سترونجلي ويفي وول او بيبقى ليها تورشيس وول. وطبعا زي اي فايبر بيبقى ليها سيك وول وليها نارولا. طيب شكلها بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ ده الشكل بتاعها زي ما اتفقنا، بتبقى موجودة في جروبس، موجودة في مجموعات، وأكتر حاجة بتميزها إنها بيبقى ليها تورشس أو سترونجلي ويفي وول، بتبقى متهركة. طب جماعة، هي بالنسبة للدوائر اللي قطع فيها دي، فدي المدلري ريز، يعني محدش يفكر إن دي فلوين فايبرز وسكريستال شيس. الدوائر دي بتبقى مدلري ريز. لو فاكرين احنا في التي اس كنا بنلاقي فلوين فايبرز، لو احنا قاطعين بالعرض الفلوين فايبرز بتبقى دوائر ومدلري ريز عشان قطع فيها بتبقى خطوط، انما انت هنا في الباودر شايف فلوين فايبرز بالطول خلاص، فالمدلري ريز عشان قطع فيها بتبان هي اللي دوائر خلاص. يعني الشكل ده بيبقى عكس التي اس، الفلوين فايبرز بالطول والمدلري ريز دوائر عشان بتبقى قطع فيها. بالصورة دي لو جت هنقول عليها فلوين فايبرز اوف كولايا بارك. طيب لو فاكرين احنا قلنا منطقة السكندري فلويم او تي اس بتاع الكولية عموما، بما انه كله عبارة عن سكندري فلويم، بيبقى مليان مكعبات من الكالسيوم اوكساليت. كنا اخدنا الفورم ده الترم الاول، كنت بقول عليه ستايلويد او لارج بريزم اوف كالسيوم اوكساليت. كان بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ كان بيبقى عامل زي حتت الازاز المكسرة، وطبعا هيبقى موجود في منطقة الفلويم بارينكيما. يبقى احنا يا جماعه اتفقنا الكولايه بتبقى مليانه مكعبات من الكالسيوم اوكساليت، لارج بريزمز اوف كالسيوم اوكساليت، بقول عليها ستايلويدز، بتبقى ماليه منطقه السكندري فلويم. شكلها تحت الميكروسكوب بيبقى عامل ازاي؟ بتبقى عامله زي حتت الازاز المكسره. طيب ده الشكل بتاعها زي ما اتفقنا، بتبقى عامله زي اجزاء الازاز المكسره. يبقى الصورة دي لو جت هنقول عليها ستايلويد أو لارج بريزم أوف كالسيوم أوكساليت أوف كولايا بارك. ستايلويد أو لارج بريزم أوف كالسيوم أوكساليت إن كولايا بارك. اتفقنا بيبقى عامل زي حتت الإزاز المكسرة. دي صورة تانية ليها برضو. طيب احنا ان شاء الله برضو في السكشن ده عندنا باودر كولاية. باودر كولاية سهلة جدا، وانتوا اشتغلتوها الترم الاول بايدكم كإكزامبل لبلانت فيها كالسيوم أوكساليت بريزمز لو انتوا فاكرين. هي سهلة جدا، هنشوف فيها حاجتين. أهم حاجة طبعا هي البريزمز، عشان دي اللي بتبقى موجودة بأعداد كبيرة، ودي اللي بتميز دي الباودر. اتفقنا بتبقى عاملة زي حتت الإزاز المكسرة، بس طبعا انت هتشوفها على ميديم باور، فهتبقى أصغر يعني بكتير من الشكل اللي انت شفته من شوية. طيب ممكن برضو نشوف الفلوين فايبرز بتاعتها. اتفقنا بتبقى موجودة في جروبس، في مجموعات، وأكتر حاجة بتميزها إن بيبقى ليها تورشس أو سترونجلي ويفي وول، الول بتاعها بيبقى متعرج جامد خلاص. هي بس الفلوين فايبرز يعني مش كلنا هنشوفها واضحة، يعني عشان بس عددها بيبقى قليل. بس انت وانس انك شفت الكالسيوم اوكساليت بريزمز، لو جالك الكولايه كباودر انون في الامتحان وشفت البريزمز، هتقول على طول انها كولايه خلاص. يعني مش شرط تشوف الفايبرز، ممكن بعض الناس تشوفها وممكن لا، عشان بس بيبقى عددها قليل. طيب ده شكل الباودر تحت الميكروسكوب. الفلوين فايبرز زي ما اتفقنا بتبان في جروبس، بيبقى ليها تورشس او سترونجلي ويفي وول، بتبقى متعرجه. بس اهم كي المنت هو الستايلويد او اللارج بريزم اوف كالسيوم اوكساليت، واتفقنا بيبقى عامل زي حتت الازاز المكسره، بس صورته هتبقى اصغر بشويه عشان احنا بنشتغل على الميديوم باور. يعني انا ممكن اشاور لكم عليه هنا جنب الفايبر، هيبقى بالشكل ده، هيبقى بس صغير شويه عن الصوره دي. يبقى احنا اتفقنا باودر كولايه هتعرف عليها ميلي من الكالسيوم اوكساليت بريزمز او الستايلويد، بتبقى عامله زي الازاز المكسر. واتفقنا ممكن نشوف الفلاين فايبرز، بتبقى موجوده في جروبس وبيبقى ليها تورشس او سترونجلي ويفيو خلاص. طيب احنا كده خلصنا البورك، هنبتدي في اورجان جديد ان شاء الله هو الوود، واحنا هناخد بس اكزامبل نبات واحد بس. طيب الوود الديفينيشن بتاعه ايه؟ هو عبارة عن portion of
woody plants جزء من الwoody plants أو الdicot plants. اتفقنا يا جماعة البورك والwood بس بيبقوا موجودين في الwoody plants أو الdicot plants، النباتات الخشبية أو النباتات ثنائية الفرقة. اتفقنا النباتات دي بيحصل فيها حاجة اسمها secondary growth أو secondary thickening، بتكبر عن مستوى سطح الأرض وبتكون شجر خلاص. إنما المونوكوت بلانس مش بتكبر، يعني بتفضل زي ما هي على مستوى سطح الأرض، مش بيحصل فيها secondary growth أو secondary thickening زي الحشائش خلاص، زي البصل وزي الحاجات دي. يبقى البورك زي سوري الوود زي البورك بيبقى موجود بس في الدايكوت بلانس أو الوودي بلانس، نباتات ثنائية الفرقة أو النباتات الخشبية. طيب هو بيبقى عبارة عن بورشن من الوودي بلانس lying inside the cambium، على عكس البورك، البورك كان outside the cambium، الوود بيبقى inside the cambium خلاص. اتفقنا ممكن يبقى جزء من ترانك، جذع الشجرة أو ساق الشجرة أو جذر الشجرة. أهم حاجة إن هو يبقى interior to the cambium، جوه منطقة الكامبيوم خلاص. لو بصينا يا جماعة على ساق الشجرة في الصورة دي، الكامبيوم هنا هو الجزء التركواز ده خلاص. الجزء اللي بره الكامبيوم، القشرة بتاعة ساق الشجرة بقول عليها بارك، يبقى ده بقول عليه بارك. كل الجزء اللي جوه الكامبيوم ده بقول عليه ووت خلاص. طبعا يا جماعة الخشب بيبقى فاتح ليه؟ عشان الكورك، طبقة الكورك بتبقى موجودة في البارك، وهي الحاجة اللي بيبقى فيها coloring matter خلاص، فبالتالي مفيش حاجة هنا ملونة، فالوود بيبقى فاتح مقارنة بالبارك. يبقى احنا جماعة اتفقنا الوود هو بيبقى عبارة عن portion of woody plants lying inside the cambium، او بيبقى موجود interior to the cambium، على عكس البارك كان بيبقى exterior to the cambium خلاص. واتفقنا موجود بس في الدايكوت بلانس او الودي بلانس، النباتات الخشبيه اللي بيحصل فيها سكندري جروث او سكندري ثيكنينج خلاص. اتفقنا القشره الخارجيه بتاعه ساق الشجره بقول عليها بارك، وكل الجزء اللي جوه ده بقول عليه وود. وطبعا الوود بيبقى فاتح عشان منطقه الكورك كانت اتشالت او بتبقى موجوده في البارك خلاص. طيب بالنسبة للستراكشر بتاع الوود، فهو بيتكون من خمسة elements، خمس حاجات: wood fibers، تراكيز بالعربي اسمها قصيبات، vessels أوعية، wood parenchyma و medullary rays. هي طبعا medullary rays موجودة في البارك وموجودة في الوود، عشان هي بتبقى قطعة في الفاسكولار باندل سواء بقى زيلم أو فلويم خلاص. طيب لو اتكلمنا سريعا عن كل element، أول حاجة بالنسبة للفايبرز فهي بتبقى يوني سيلولر، بتتكون من سيل واحدة، وطبعا الفايبرز بتبقى طويلة جدا زي ما اتفقنا. لو حبيت اقارن ما بين الوود فايبر بالفلوين فايبر، فهي الايبكس بتاعتها بتبقى يعني بتبقى مور تابرد، بتبقى حادة شوية، بتبقى عاملة زي الابر. الوود بتاعها مقارنة بالفلوين فايبر برضو بيبقى ارفع شوية، واليومن بتاعها بيبقى ضيق، سوري بيبقى اوسع شوية. يبقى الوول بتاعها بيبقى ارفع واليومن بتاعها بيبقى اوسع خلاص. واتفقنا بتبقى الايبكس بتاعتها فيري تابرد، بتبقى حاده قوي، بتبقى عامله زي الابر. الوود فايبرز ممكن يبقى فيها بيتس، يبقى فيها ثقوب، بس بيبقى عددها قليل شويه. الثقوب دي عشان ايه؟ عشان تلائم الفانكشن بتاعت الوود. احنا عارفين ان الفانكشن الرئيسيه بتاعت الخشب هي الكوندكشن اوف ووتر اند مينرالز من السويل، بيطلعها للروت، بعد كده الروتس تطلعها للليفز خلاص. فهنلاقي كتير من الاليمنتس اللي موجوده في الوود فيها بيتس، فيها ثقوب، عشان تلائم الفانكشن دي. بس احنا قلنا البيتس في الفايبر بيبقى عددها قليل شويه. طيب لو اتكلمنا عن التراكيز بالعربي اسمها القصيبات، هي بتبقى شبيهه بالفايبر، بتبقى برضو يوني سيلولر، بتبقى سيل واحده، بس الايبكس بتاعتها بتبقى اوبليك، بتبقى مايله شويه، وبتبقى فيها بيتس بعدد اكبر شويه من الفايبر. برضو البيتس هنا ليه؟ عشان تلاقي الفانكشن بتاعت الوود اللي هي conduction of water and minerals من السويل للروت للليفز. يبقى التراكيز بتبقى يوني سيلولر، بيبقى ليها اوبليك ايبكس، الايبكس بتاعتها مايله شويه، وبتبقى مليانه او بيبقى فيها عدد اكبر من البورز عن الفايبرز. طيب بالنسبة للفيسلز، فهو على عكس الفايبرز والتراكيز بيبقى مالتي سيلولر، بيتكون من أكتر من 2 سيلز، بس بعد فترة السيلز دي بيحصل لايسيز أو ديسنتجريشن للوولز اللي فصلها عن بعضها. الوولز اللي ما بين السيلز بتتحلل، فبتديني زي تيوب كده، زي وعاء
الوعاء ده بقول عليه vessel. ال vessels بقى بتبقى مليانة بوص، مليانة ثقوب، فدي ال main function بتاعتها ال conduction of water and minerals. خلاص. بالنسبة يا جماعة لل fibers وال tracheas كانت ال main function بتاعتهم ال support. خلاص. طيب بعد كده عندنا ال wood parenchyma، دي طبعا بتبقى بارينكيما سيل عاديه، ممكن تعمل سنسز او ستورج لي اورجانيك برودكتس. بعد كده بيبقى عندنا المدلة ريليف، بتبقى سيلز عامله كروسنج للاربع حاجات اللي فاتوا. خلاص، بارينكيما سيل عامله كروسنج للفايبرز والتراكيز والفيسلز والوود بارينكيما. خلينا متفقين يا جماعه ان كل الاليمنتس اللي موجوده في الوود بتبقى ليجنيفايد، يعني حتى البارينكيما الوود بتاعها بيبقى سميك شويه، برضو بتبقى ليجنيفايد. خلاص، فاحنا ان شاء الله بنشتغل باودر الوود، احنا هناخد اكزامبل باودر كواشيا وود، بنلاقي كل السلايد تحت الميكروسكوب لونها اصفر او رمادي، عشان كل الالمس اللي بتكون الوود بتبقى ليجنيفايت. خلاص، فالمين فانكشن بتاعت الوود بتبقى السبورت. خلاص، واتفقنا برضو بيعمل كوندكشن اوف ووتر اند مينرالز من السويل للروتس للليفز. يبقى احنا يا جماعه هنراجع سريعا على الخمسه المس اللي بتكون الوود. اتفقنا اول حاجه الفايبر بتبقى سيل واحده يوني سيلولر. لو حبيت اقارن ما بينها وما بين الفلوين فايبر، بتبقى الايبكس بتاعتها مور تابرد، الوول بتاعها بيبقى ريلاتيفلي سن مقارنه بالوول بتاع فلوين فايبر، والليومن بتاعها بيبقى اوسع شويه. اتفقنا ممكن يبقى فيها ثقوب بيتس، بس المين فانكشن هي السبورت. طيب بالنسبه للتراكيز، اتفقنا برضو بتبقى يوني سيلولر، بتبقى سيل واحده، الايبكس بتاعتها بتبقى اوبليك، بتبقى مايله شويه، بيبقى فيها بورس. خلاص، فممكن تعمل التو فانكشن، تعمل كوندكشن وممكن تعمل سبورت. طيب الفيسلز بتبقى مالتي سيلولر، بس بعد فتره الوولز اللي فاصله السيلز عن بعضها بيحصل لها لايسس، فبتعمل زي تيوب كده، زي وعاء، الوعاء ده بيبقى مليان بورس. خلاص، فالفيسلز المين فانكشن بتاعتها هي الكوندكشن. بعد كده عندنا الوود بارينكيما، اتفقنا برضو البارينكيما اللي موجوده في الوود بتبقى ليها سيك وول. خلاص، بعد كده عندنا المدلة ريليف، بتبقى بارينكيما سيلز عامله كروسنج للاربع حاجات اللي احنا اتكلمنا عنهم، الفايبرز والتراكيز والفيسلز والوود بارينكيما. خلاص، طيب احنا اتفقنا يا جماعه كل الاليمنتس اللي بتكون الوود بتبقى ليجنيفايد. فوانت بتبص على سلايد فيها باودر وود تحت الميكروسكوب، بتلاقي الباودر كلها لونها اصفر او رمادي. خلاص، طيب احنا هناخد اكزامبل واحد بس للوود، هو الكواشيا وود، بالعربي اسمه الخشب المر. طيب الكواشيا وود في مورفولوجي بتبقى عامله ازاي؟ هو طبعا باين قوي من شكلها انها خشب، فمحدش هيتلخبط ما بينها وما بين اي حاجه من البارك. خلاص، هي طبعا بتبقى موجوده في صوره لوجز، مكعبات، شيبس، شرائح او شيفنجز، نشاره خشب. خلاص، وطبعا اللون بتاعها بيبقى فاتح جدا. ليه؟ عشان اتفقنا الكورك بتبقى موجودة في البارك، اتشالت في البارك. خلاص، يبقى جماعة بالنسبة للمورفولوجي بتاعة الكواشيا وود بتبقى سهلة جدا، بتبقى حتت خشب كده، ممكن تبقى لوجز، مكعبات، شيبس، شرائح، ممكن تبقى شيفنجز، نشارة خشب، وطبعا اللون بتاعها بيبقى فاتح عشان الكورك اتشالت في البارك. خلاص، طيب احنا دلوقتي هنقطع ثلاث قطاعات، هناخد ثلاثة سيكشنز، واحد فيهم ترانسفيرس سيكشن قطاع عرضي، واثنين قطاعين طوليين. خلاص، هناخد حاجة اسمها راديال لونجيتيودنال سيكشن، معناها ان انا اقطع قطاع طولي من عند الريديوس، من عند رص القطر. وهناخد حاجة تانية اسمها تانجنشيال لونجيتيودنال سيكشن، معناها ان انا اقطع قطاع طولي من عند المماس، من عند التانجنت. خلاص، طيب اول حاجة هنتكلم عنها هي التي اس او القطاع العرضي. طيب احنا اتفقنا الوود بيتكون من خمسة elements، fibers، fibers، tracheas، vessels، بارينكيما و مدلة ريليز. طيب احنا مش هنتكلم عن التراكيز دلوقتي، خلينا في الاربع حاجات، الفايبرز والبارينكيما والفيسلز والمدلة ريليز. فاحنا هنرسم الفيسلز كده، احنا اتفقنا الفيسلز بتبقى واسعة شوية، بتبقى عاملة زي تيوب. هذا الفيسل، ادي مثلا الفايبر، احنا اتفقنا، معلش انا مش عارفه اظبط الرسمه قوي بالبوينتر. ادي الفايبر بتبقى سيلز طويله عامله زي الابر، وادي البارينكيما بتبقى سيلز فوق بعضها بالمنظر ده. والمدلة ريليف
اتفقنا انها بتبقى سيلز عامله كروسنج ليه الثلاث حاجات دول، فهتبقى قطع فيهم كده. طيب ده شكلهم في العادي، بتبقى كل حاجة موجودة بالطول خلاص ما عدا الميدالة ديز بالعرض عشان هي قطعة في الثلاث حاجات دول. طيب لو أنا قطعة قطاع عرضي، لو أنا قطعة بالعرض يبقى كأني باصة من هنا، عيني هنا، فشكل السيلز دي هيبان ازاي؟ كل حاجة هتبان كأنها دوائر ما عدا الميدالة ديز هتبان إنها خطوط عشان هي قطعة فيهم خلاص. فالفيسل هيبان دايرة، بس دايرة واسعة شوية عشان هو أصلا بيبقى واسع. البارينكيما هتبان دايرة، بس دايرة طبعا هتبقى الوسع بتاعها أقل من الفيسل خلاص. والفايبر هتبقى دايرة، بس دايرة ضيقة شوية عشان الوول بتاعها بيبقى سميك شوية خلاص. بس المضلة دي ليه زي ما اتفقنا هتبان خطوط أو سيلز بالعرض عشان بتبقى قطعة فيهم. يبقى يا جماعة بالنسبة للتي اس أو الترانسفيرس سيكشن، القطاع العرضي بتاع الكواشيا وود، كل حاجة هتبان دوائر، الفيسلز او الفايبرز او البارينكيما مع اختلاف الوسع بتاعهم، ما عدا المدلة ريليز هتبان خطوط، هتبان سيلز بالطول خلاص. شوف شكل التي اس، يبقى ده شكل التي اس بتاع الكواشيا وود. انا بس عايزه امسح الحاجات اللي انا عملتها دي. طيب احنا اتفقنا كل حاجه هتبان دواير خلاص، سواء فيسل فايبر بارينكيما او مدلة ريليز هتبان خطوط او سيلز بالطول عشان بتبقى عامله كروسنج ليهم. يبقى السيل الواسعه دي هي الفيسل خلاص، بعد كده السيل اللي اقل شويه في الوسع هي البارينكيما خلاص، بعد كده السيل الضيقه دي هتبقى الفايبر، بعد كده السيلز اللي بالطول هتبقى المضله ريليز خلاص. يبقى اتفقنا الفيسل بيبقى اوسع حاجه، بعد كده المضله ريليز بتبقى سيلز بالطول، الوود بارينكيما بتبقى أقل شوية في الوسع من الفيسل، والفايبر بتبقى أضيق حاجة بس كده. يبقى احنا اتفقنا يا جماعة في التي اس أو الترانسفيرس سيكشن كل حاجة هتبان دواير خلاص ما عدا المضلة ريليز هتبان سيلز بالطول. شوف شكله تحت الميكروسكوب، ده شكل التي اس بتاع الكواشيا وود زي ما اتفقنا، كل حاجة دواير ما عدا المضلة ريليز بتبقى سيلز بالطول. ادي الفيسل اهو اوسع حاجه، بعد كده ادي البارينكيما، وادي الفايبر بتبقى اضيق حاجه، وطبعا السيلز اللي بالطول هي المضله ريليز خلاص. يبقى الصوره دي لو جت هنقول عليها ايه؟ تي اس او ترانسفيرس سيكشن في الكواشيا وود. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن ال اسز او القطاعات الطوليه. اتفقنا هناخد اتنين، واحد من عند التانجنت تانجنشال لونجيتيودنال سيكشن، واحد من عند الريديوس بقول عليه راديال لونجيتيودنال سيكشن. طيب نتكلم الاول عن التانجنشال لونجيتيودنال سيكشن. نفس الرسمه اللي احنا رسمناها من شويه، هنفرض ان ده الفيسل بيبقى اوسع حاجه طبعا، بعد كده الفايبرز بتبقى سيلز بالطول كده بتبقى عامله زي النيدلز، معلش برضه هي مش عارفه ارسم قوي بالبوينت، بعد كده البارينكيما سيلز بتبقى سيلز كده بالطول برضه، واتفقنا المضلة ريليز بتبقى سيلز عاملة لهم كروسنج كلهم بالمنظر ده. طيب احنا دلوقتي قاطعين بالطول، سواء بقى كان راديال لونجيتيودنال سيكشن او حتى تانجنشال لونجيتيودنال سيكشن خلاص. بالطول معناه ان كل حاجه بتبان بالطول، يعني الفيسل هيبقى باين بالطول، الفايبرز بالطول، البارينكيما سيلز بالطول، ما عدا الحاجه الوحيده اللي هتبان مختلفه هي ايه؟ المضلة ريليز عشان هي عامله كروسنج ليهم. طيب شكل المضلة ريليز هيختلف على حسب ال LS اللي انا قطعه ده، هل هو تانجنشال LS، هل هو تانجنشال لونجيتيودنال سيكشن من عند التانجنت من عند المماس، ولا هو راديال لونجيتيودنال سيكشن من عند الريديوس من عند نص القطر. طيب لو احنا قاطعين يا جماعه من عند التانجنت من عند المماس، يعني قاطعين من بدايه ساق الشجره كده، يعني مثلا هنفرض ان هو هنا المماس يعني بدايه ساق الشجره، فبالتالي المضلة ريليز هيكون باين بدايتها بس، فهتبقى عامله زي دوائر. الدوائر دي بتبقى موجوده في باندل، الباندل دي بتبقى سبندل شيب، بتبقى مغزليه الشكل خلاص. يبقى احنا يا جماعه اتفقنا لو انا قطعه بالطول كل حاجه هتبان بالطول، الفيسلز الفايبرز والبارينكيما ما عدا المضلة ريليز خلاص مش هتبان بالطول عشان هي قطعه فيهم خلاص. المضلة ريليز دي شكلها هيختلف، هل انا قطع تانجنشال لونجيتيودنال سيكشن من عند التانجنت من عند المماس، ولا انا قطع راديال لونجيتيودنال سيكشن من عند نص القطر.
طب لو انت قاطع من عند التانجنت، يعني اللي هو الممس لساق الشجرة اللي هو خط اللي انا عاملاه ده، فهيبان بس بدايات المظلة ريز، فبالتالي بتبقى عاملة زي دوائر. الدوائر دي مترتبة في ايه؟ مترتبة في باندل، بتبقى سبندل شيب، بتبقى مخزنية الشكل. طب لو انت قاطع ال اس قطاع طولي من عند الريديس، من عند نص القطر، يعني مثلا هتبقى قاطع من النص من هنا، فالمظلة ريز هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى عاملة خطوط بالعرض. خلاص، يبقى احنا يا جماعة اتفقنا في ال LS القطاع الطولي كل حاجة بتبان بالطول، vessels fibers او parenchyma، اللي هيختلف بس شكل المظلة ريليس، هل انا قطع من عند التانجنت ولا من عند الريديس. لو انا قطع من عند التانجنت، من عند المماس، بيبان بس بدايات المظلة ريليس، فبتبان دواير. الدواير دي بتبقى مترتبة في باندل، بتبقى سبندل شيبت، بتبقى مغزلية الشكل. طب لو انا قطع من عند نص قطر واخدة RLS، اتفقنا المظلة ريليز من النص بتبان خطوط بالعرض. خلاص، يبقى تي ال اس مظلة ريليز بتبان دواير مترتبة في باندل، بتبقى سبندل شيبت. الار ال اس المظلة ريليز بتبان زي خطوط بالعرض. خلاص، عشان انا قطع من النص. خلاص، طيب احنا اول حاجة هنتكلم عنها التانجنشال لونجيتيودنال سيكشن التي ال اس. بس عايزة امسح برضو الحاجات اللي انا عملتها دي. طيب ال TLS اتفقنا كل حاجة هتبان بالطول ما عدا المظلة ريليس، عشان انا قطع من عند التانجنت، من عند المماس، هتبان دواير مترتبة في باندل، الباندل دي بتبقى سبندل شيبت. بص، طبعا الفيسل بيبقى اوسع حاجة. بعد كده المظلة ريليس اتفقنا بتبقى دواير، بس عشان احنا قاطعين من بداية ساق الشجرة، اتفقنا الدواير دي بتبقى في باندل، بتبقى سبندل شيبت، مغزلية الشكل. بعد كده الود بارينكيما هي السيلز دي. بعد كده الفايبرز بتبقى أضيق شوية طبعا من البارينكيما، وبتبقى ليها تابرد اندز. بس كده يبقى كل حاجة في التي ال اس هتبان بالطول ما عدا المظلة ريليز، بتبان دواير مترتبة في باندل سبندل شيت. طيب ده شكله تحت الميكروسكوب. هنا طبعا البوينتر مشاور على المظلة ريليز، كده انا بشاور على الفيسل اوسع حاجة. وطبعا هو بس الفايبر والبارينكيما مش هيبان الفرق ما بينهم، هنا ممكن تبقى دي البارينكيما عشان واسع شوية وديت الفايبر. خلاص، يبقى الصورة دي لو جت هنقول عليها تي ال اس او تانجنشيال لونجيتيودنال سيكشن في الكواشيوت. طيب بالنسبة للراديال لونجيتيودنال سيكشن نفس الكلام، اتفقنا كل حاجة هتبان بالطول عشان انا قطع لونجيتيودنال سيكشن، ما عدا المظلة ريديس هتبان ايه؟ هتبان سيلز بالعرض، عشان احنا قاطعين من عند الريديس، من عند نص القطر. يبقى طبعا نفس الكلام، الفيسل اوسع حاجة، المظلة ريديس بتبقى سيلز بالعرض. خلاص، الود بارينكيما بتبقى اقل في الوسع شويه من الفيسل، وطبعا اضيق حاجه بتبقى الود فايبرز. خلاص، يبقى في الار ال اس كل حاجه هتبان بالطول ما عدا المظله ريليس هتبقى سيلز بالعرض، فبالتالي الار ال اس تحت الميكروسكوب بيبقى عامل زي الشبكه. ده شكله تحت الميكروسكوب. طبعا اوسع حاجه هو الفيسل، المظله ريليس هي السيلز اللي قطع بالعرض دي، بتبقى عامله زي الشبكه. وطبعا الفايبر والبارينكيما برضو بيبقوا بالطول، بس هنا برضو مش باين الفرق ما بينهم. الصورة دي لو جت هنقول عليها RLS او Radial Longitudinal Section في الكواشيوت. خلاص، اتفقنا بيبقى عامل زي الشبكة. طيب هنتكلم عن الوود فايبر بتاعت الكواشي، احنا كنا ادينا عنها زي نبذة بسيطة في الاول. اتفقنا الوود فايبرز لو جيت اقارنها بفلوين فايبر، بتبقى الايبكس بتاعتها مور تابرد، بتبقى حاده شويه. الوود بتاعها بيبقى ريلاتيفلي سين شويه مقارنه بالفلوين فايبر، واليومن بتاعها بيبقى اوسع شويه. واتفقنا ممكن يبقى فيها بيتس ثقوب، بس بتبقى اقل شويه طبعا من التراكيز والفيسلز. والمين فانكشن بتاعت الوود فايبر هي السبورت. يبقى احنا اتفقنا بيبقى الوود بتاعها ليجنيفايد، بس بيبقى ارفع شويه من الفلوين فايبرز. بيبقى ليها tapered ends، بتبقى الابكس بتاعتها شارب قوي، بتبقى عاملة زي الإبر. واتفقنا بيبقى فيها beads، فيها بعض الثقوب، بقول عليها oblique. oblique معناها بتبقى مايلة. واتفقنا المين function بتاعتها هي السبورت.
هي شكلها هيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب، بتبقى عامله زي الابر عشان الايبكس بتاعتها بتبقى فيري تابرت خلاص، وطبعا لونها اصفر او رمادي عشان بتبقى لجنيفايد. ده الشكل بتاعها تحت الميكروسكوب، احنا زي ما اتفقنا بتبقى عامله زي النيدلز زي الابر خلاص، بتبقى الايبكس بتاعتها فيري شارب وبتبقى ارفع بشويه او ارفع بكتير من الفلوين فايبرز. الصوره دي لو جت هنقول عليها وود فايبرز اوف كواشيا وود. طيب بالنسبه للفيسل اوف كواشيا اتكلمنا عنها برضو قبل كده، اتفقنا بتبقى عامله زي تيوب زي الوعاء وبتبقى مليانه بيتس مليانه بورس او بتبقى بيرفوريتد قوي مثقبه قوي. ليه؟ عشان تلائم الفانكشن بتاعتها اللي هي كوندكشن اوف ووتر اند مينرالز من السويل للروت للليفز خلاص. طبعا بيبقى ليها ليجنيفايد وولز، اتفقنا كل الاليمنتس بتاعت الوود بتبقى ليجنيفايد، فوانت بتشتغل الباودر تحت الميكروسكوب كل حاجه لونها اصفر او رمادي خلاص. اتفقنا برضو انها مليانه ثقوب مليانه بيتس عشان تلائم الفانكشن بتاعتها. طيب ده شكلها تحت الميكروسكوب، زي ما اتفقنا بتبقى عامله زي تيوب زي الانبوبه كده او زي الوعاء، واكتر حاجه بتميزها انها بتبقى بيرفوريتد بتبقى مليانه بورس، دي اكتر حاجه هتميزها تحت الميكروسكوب. ومش شرط يا جماعه ان الفيسل يبقى تيوب طويله كده، ساعات بيبقى باين جزء منه بس بالشكل ده، بس برضو زي ما اتفقنا اكتر حاجه هتميزه هو الثقوب اللي بتبقى موجوده فيه. يبقى الصوره دي لو جت هنقول عليها فيسل اوف كواشيا وود. طيب دي صورة تانية دي برضو، هنا بقى مش باينة تيوب كاملة، باينة حتة صغيرة، بس عرفت منين انها فيسل؟ من البيتس اللي هي موجودة فيها. يبقى الصورة دي برضو لو جت هنقول عليها فيسل اوف كواشيا. طيب احنا بإذن الله برضو السكشن ده عندنا باودر كواشيا. باودر كواشيا تعتبر سهلة جدا، هي من غير ما تبص تحت الميكروسكوب باينة من شكلها في السلايد، باين قوي ان هي نشارة خشب خلاص. طيب ممكن اشوف فيها ثلاث حاجات، ممكن اشوف الفايبر، احنا اتفقنا الفايبر بتبقى عامله زي النيدلز ولونها رمادي، بس يعني الفايبر مش هتبقى حلوه قوي. ممكن اشوف الفيسل، الفيسل بيبقى زي التيوب زي ما اتفقنا، واكتر حاجه بتميزه هي البورز اللي فيه الثقوب اللي موجوده فيه. اتفقنا ممكن يبقى كامل كده تيوب زي ما هو واضح في الصوره، او ممكن يبقى جزء صغير منه. طيب اكتر حاجه هتميز لك باودر كواشيا هي ايه؟ هي الشكل ده. لو فاكرين الشكل ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه RLS Radial Longitudinal Section، كان بيبقى عامل زي الشبكة. اتفقنا كل حاجة بتبان بالطول، الفيسل، البارينكيما، الفايبر، والمضلة ريليز عشان بتبقى قطع فيهم بتبقى باينة سيلز بالعرض خلاص، فبالتالي بيبقى عامل زي الشبكة. يبقى أكتر حاجة هتميز بيها باودر كواشيا حاجة بقول عليها Fragment of RLS، أجزاء من RLS أو Radial Longitudinal Section بتبقى عاملة زي الشبكة وبتبقى مالية السلايد خلاص. اتفقنا إن باودر كواشيا تحت الميكروسكوب كلها بيبقى لونها أصفر أو رمادي عشان كل الإليمنتس اللي مكونة الوود بتبقى ليجنيفايد خلاص. يبقى إحنا جماعة اتفقنا ممكن أشوف ثلاث حاجات، الفايبرز بتبقى شبه النيدلز كده ولونها رمادي، الفيسلز بيبقى لونها أصفر، أكتر حاجة بتميزها إن هي بيرفوريتد مثقبة خلاص، هي بس هتبقى غلسة شوية انك تشوفها عشان على الميديم باور بتبقى صغيرة، بس حاولوا تشوفوها خلاص. طيب احنا اتفقنا بقى الكاركترستيك كي ايليمنت او اكتر حاجة بتميز بيها باودر كواشيا هي فراجمنت اوف ار ال اس، اجزاء من الراديال لونجيتيودنال سيكشن بتبقى عاملة زي الشبك خلاص. ده شكل الكواشيا باودر تحت الميكروسكوب، زي ما اتفقنا الموست كاركترستيك اليمنت هو فراجمنت اوف ار ال اس، بتبقى عامله زي الشبكه خلاص. اتفقنا الوود فايبر بس مش هتبقى واضحه قوي فمش بنعتمد عليها، هي بتبقى عامله زي نيدلز. ممكن اشوف برضو الفيسلز، الفيسلز بتبقى تيوب كده او جزء من التيوب، اكتر حاجه بتميزه ان هو مليان بورز بيبقى بيرفوريتد خلاص. طيب احنا كده خلصنا كلامنا عن الوود، دلوقتي هنبتدي في جزء جديد هو الجولز. الجولز بالعربي اسمها العفص. طيب الجولز الديفينيشن بتاعها ايه؟ هي عبارة عن اكسكريسنس زوايد او اوت جروس بتتكون نتيجة ان في حشرة معينة اسمها الجول واسب بتحط الاكز بتاعتها على الاشجار الصغيرة لبعض النباتات. بعد فترة الاكز دي بتفقس بتطلع لارفة بتطلع يرقة.
اليرقة دي بتعمل سكريشن لإنزيمز معينة، بتفرز إنزيمات معينة، بتعمل ستيميوليشن للسيل ديفيجن في الشجرة، بتحفز السيل ديفيجن في الشجرة، فالشجرة بتكون زوايد، الزوايد دي بقول عليها جوز. بعد فترة الحشرة بتبقى عايزة تطلع، فبتعمل زي ثقب كده أو كافيتي في الجولز، فإحنا بنلاقي كل الجولز فيها زي ثقب كده مكان خروج الحشرة. طيب هو إحنا بندرس الجولز اللي إيه هي الميديسنال أكشن بتاعتها؟ بتبقى ريتش إن تانينز، بتبقى مليانة تانينز. لو فاكرين التانينز كانت بتستخدم في إيه؟ بيبقى ليها أسترينجنت أكشن، تأثير قابض، فبتستخدم في علاج الضيارية، الإسهال، والهيمورويدز، البواسير. خلاص. طيب الجولز بيبقى ليها اكتر من درجة لون، خلاص، على حسب كمية التانينز اللي فيها. اللون الازرق بتبقى يعني اعلى جريد، بتبقى ريتش ان تانينز، بعد كده اللون الاخضر، بعد كده اللون الابيض. فيستحسن واحنا بنجمع الجولز نجمعها وهي لونها ازرق، عشان ده بيبقى اكتر جريد ريتش في التانينز. خلاص. احنا يا جماعة زي ما قلنا الجولز دي عبارة عن زوايد بتكون نتيجة ايه؟ نتيجة ان في حشرة معينة اسمها الجول واسب بتحط الاجز بتاعتها على الاشجار الصغيرة لبعض النباتات. بعد فترة الاجز دي بتفقس، بتطلع لارفا، بتطلع يرقة. اللارفا دي بتعمل سكريشن لانزيمز معينة، بتحفز السيل ديفيجن في الشجرة، فالشجرة بتكون زوايد، الزوايد دي بقول عليها جولز. خلاص. بعد فترة الحشرة بتبقى عايزة تطلع، فبتعمل زي كافيتي أو ثقب في الجولز تطلع منه. خلاص، احنا اتفقنا الجولز بدرسها عشان بتبقى ريتش انتانينز. خلاص، واتفقنا الجولز بيبقى ليها أكتر من درجة في اللون على حسب كمية التانينز اللي فيها. اتفقنا أعلى درجة هي البلو بتبقى ريتش انتانينز، بعد كده الجرين، بعد كده الوايت. اتفقنا لما نيجي نجمع الجولز يستحسن نجمعها واللون بتاعها بلو، عشان ده بيبقى أكتر يعني مرحلة بتبقى ريتش فيها بالتانينز. طيب احنا في الجولز هناخد بس المورفولوجي بتاعتها، الشكل بتاعها عامل ازاي. اول حاجة الاليبوجول، الاليبوجول شكله بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى سفيريكال، بيبقى مدور، خلاص، زي ما اتفقنا. هتلاقي فيه زي ثقب كده، زي كافيتي مكان ما الحشرة بتطلع، اللي هو هنا بالشكل ده. هي كلمة أليبو نسبة إلى حلب، بيبقى موجود في حلب، يبقى الأليبو جول هتميزه إزاي في المورفولوجي؟ الشكل بتاعه بيبقى سفيريكال. خلاص، يبقى الصورة دي لو جاتلك هتقول عليها أليبو جول. هناخد بس تاني الشاينيز جول، ده بيبقى شكله بقى مختلف تماما عن الأليبو، بيبقى إيريجولار إن شيب، بيبقى شكله غير منتظم، وبرده نفس الكلام هتلاقي فيه زي كافيتي أو بور، اللي هو المكان اللي بتخرج منه الحشرة. خلاص، يبقى احنا في الجولز اخدنا بس المورفولوجي. خلاص، اخدنا الاليبو جول شكله كان بيبقى سفيريكال مدور، واخدنا الشاينيز جول بيبقى شكله الريجل. خلاص. طيب احنا كده خلصنا السكشن بتاعنا. ان شاء الله الشغل العملي هيبقى عباره عن ايه؟ هنشتغل الثلاثه باودرز اللي احنا اخدناهم، باودر كولايا، باودر كاشيا، وباودر كواشيا وود. طيب اول حاجه بالنسبه لباودر كولايا كنا بنشوف فيها تو كي اليمنتس، اول حاجه الكالسيوم اوكساليت بريزمس او الستايلويد، اتفقنا ده الموست كاركترستيك اليمنت، ده اللي بنعتمد عليه اكتر، بيبقى عامل زي حتت الازازه المكسره، بيبقى عددها كبير جدا وبتبقى ماليه السلايد. طيب ممكن نشوف الفلوين فايبرز، اتفقنا انها بتبقى موجوده في جروبس وبيبقى ليها توش سول او سترونجلي ويفي. بس انت وانس انك شفت الكالسيوم اوكساليت بريزمس بتعرف انها باودر كولي. طيب بعد كده بودر كاشيا، اتفقنا انها بتبقى غلفة شوية بس باينة جدا من ريحتها، انها ريحتها شبه القرفة. بنشوف فيها حاجتين فلوين فايبرز، بتبقى موجودة بأعداد قليلة شوية، لونها فينت يلو، أصفر باهت، وليها تابرد ايبكس، الايبكس بتاعتها حادة شوية. وبنشوف فيها السكليرايز، بتبقى باتشات كده مستطيلة أو مربعة، بيبقى لونها أصفر أو رمادي طبعا عشان تبقى ليجنيفايد. واتفقنا بعض السكليرايز دي بيبقى ليها ان ايكوال ثيكنينج، الثيكنس بتاعها بيبقى مش متساوي، بتبقى عامله زي حرف اليو او زي حضوه الحصان. خلاص. واتفقنا يا جماعه ان السكليرايز على ميديم باور بتبقى صغيره قوي، يعني هتبان يعني في حجم الدايره، يعني في حجم اللي متشاور عليه بالدايره الحمراء.
طيب بوت الكواشيا وود بتبقى سهلة جدا، باينة أصلا من شكلها في السلايد، بتبقى عاملة زي نشارة الخشب. الموست كاركترستيك كي إيليمنت هو فراجمنت أوف آر إل إس، بيبقى عامل زي الشبكة وبيبقى مالي السلايد. ممكن نشوف الوود فايبرز، بس بتبقى عاملة زي نيدلز بس مش بتبقى واضحة قوي. ممكن أشوف الفيسل، الفيسل يعني نحاول نشوفه، هو هيبقى غلس بس نحاول نشوفه. اتفقنا بيبقى عامل زي تيوب كده او جزء منها، واكتر حاجة بتميزه ان هو بيبقى بيرفوريتد، بيبقى مثقب او مخرم. خلاص. طيب احنا برضو مطلوب مننا نرسم اهم 3 كي elements في كل باودر من اللي احنا اخدناها، باودر كولايا وكاشيا وباودر كواشيا. طيب بالنسبة لباودر كاشيا هنرسم فيها ايه؟ هنرسم الفلوين فايبرز بتاعتها طبعا، يعني الفلوين فايبرز بتبقى اهم حاجة في اي باودر بورك. خلاص الفلوين فايبرز بتاعتها بنرسمها بالشكل ده زي ما هي مرسومة في الصورة اللي قدامنا. هنرسم السكليرايز بتاعتها زي ما اتفقنا، اهم حاجة بتميزها الان ايكوال سيكنينج، الول بتاعها السيكنس بتاعه مش متساوي. وهنرسم الكورك سيلز، الكورك سيلز بتبقى واحدة في كل الباركس، بتبقى سيلز خماسية كده بنرسمها دبل وول، وبنعمل جواها زي نقط كده عشان فيها الكالرينج ماتر. خلاص يبقى هنرسم فلوين فايبرز والسكليرايدز والكورك سيلز. طيب بالنسبة لباودر كولاية هنرسم فيها ايه؟ برضو هنرسم فلوين فايبرز بتاعتها، اكتر حاجة بتميزها انها بيبقى ليها تورشس وول او سترونجلي ويفي وول، الول بتاعها بيبقى متعرج جدا زي ما هو واضح في الصورة اللي قدامنا. هنرسم برضو الستايلويد او اللارج بريزم اوف كالسيوم اوكساليت، بنرسمه ازاي؟ بنرسمه زي مكعبات كبيرة شوية بالشكل ده. الستايلويد ده يعتبر اهم كي المنت في الكولاية عشان هو اكتر حاجة بتتشاف تحت الميكروسكوب. طيب ممكن نرسم ايه تاني؟ ممكن نرسم السكليرايز بتاعتها، احنا ما اتكلمناش عنها بس هي يعني سهلة وبتترسم بالشكل اللي قدامنا كده. طبعا ما حدش يرسم كورك سيلز في الكولاي عشان الكورك بتاعتها اصلا متشالة، البارك كله كان بيبقى عبارة عن سكندري فلوي. خلاص فطبعا اللي هيرسم الكورك سيلز ككي إيليمنت ده يعتبر غلط، هي اصلا الكورك بتاعتها بتبقى متشالة. طيب بالنسبة لباودر كواشيا ووت هنرسم فيها ايه؟ اهم حاجة طبعا تترسم هي fragments of RLS، fragments of radial longitudinal section، عشان دي اكتر حاجة بتتشاف تحت الميكروسكوب. بنرسمها ازاي؟ بنرسم كل حاجة بالطول، الفيسل بالطول اهم حاجة بتميزه هي البيتس، وبنرسم الوود فايبرز بتبقى عاملة زي النيدلز، بنرسم الوود بارينكيما، وهنا برضو رسمين فايبرز تاني، والمضلة ريليز بقى بتبقى عاملة كروسنج لكل الحاجات دي، هي السيلز اللي مرسومة بالعرض دي. خلاص يبقى أهم حاجة بترسمها في الكواشيا ووت هي الفراجمنتس اوف ار ال اس شوينج مضلة ريليز. طيب هنرسم ايه تاني؟ هنرسم الوود فيسل زي ما اتفقنا، الوود فيسل بيبقى عبارة عن تيوب كده مليانة بيتس مليانة ثقوب. وهنرسم برضو الوود فايبر، الوود فايبرز بتبقى عاملة زي النيدلز، واتفقنا لو جينا نقارنها بفلوين فايبرز الوول بتاعها بيبقى إلى حد ما سن شوية، واليومن بتاعها بيبقى أوسع. خلاص. طيب احنا كده خلصنا السكشن بتاعنا، احنا ان شاء الله هندي جريد على ايه؟ برضو على شغل العملي، هنبص على الرسومات بتاعتك وهنسأل اسئلة بسيطة في السكشن. شكرا جزيلا.